السلام عليكم ورحمة الله، معاكم مهندس عاصم سعفان، والفيديو ده بإذن الله عايزين نتكلم فيه إن شاء الله عن إيه اللي هيبقى موجود على القناة الفترة الجاية، يعني اللي هنشتغل عليه بإذن الله سوا. إحنا طبعا الفترة اللي فاتت دي كنا شغالين على كورسات متنوعة، سواء مثلا فلاتر أو دارت أو غيره، لكن الفترة الجاية بإذن الله أنا ناوي إن شاء الله أركز على مسار واحد بس، وبجانب بقى إيه يعني ممكن يبقى في فيديوهات كده متنوعة بس كده على جنب، يعني الهدف الأساسي هيبقى كورس واحد بس إن شاء الله، وجنبه هيبقى بقى في مثلا حاجات متنوعه، ممكن نطلع نتكلم مع بعض، ندندن بس مع بعض شويه وكلام من ده في اي توبيك احنا حابينه او كده. لكن الكورس ان شاء الله اللي هنبدا نشتغل عليه هيبقى كورس واحد بس، هو مش كورس واحد، هو تراك واحد بس، مش هيبقى كورس واحد، هو هيبقى كذا كورس ورا بعض في نفس التراك ده باذن الله. لان الكورس ده ان شاء الله هيكون كورس ايه، كورس كامل، هيكون كورس ماشين ليرنينج باذن الله. ده ان شاء الله هنشتغل عليه الفتره الجايه. طب ليه ماشين ليرنينج، او هنتكلم عن ايه طبعا في الكورس باذن الله يعني من جوه ليه ماشين ليرنينج؟ عشان خاطر الماشين ليرنينج حاليا في كل بيزنس موجود، اي بيزنس موجود من الشركات الكبيره، فجزء خاص جزء كامل مبني على الماشين ليرنينج. يعني اي شركه انت ممكن تتوقعها في دماغك هتلاقي عندها جزء كامل، يعني او البيزنس بتاعها كامل قايم على الماشين ليرنينج، من اول بقى جوجل وطريقه البحث بتاعها، السيرش اصلا قايم على الماشين ليرنينج كله من اوله لاخره، باي توبيك فيه سواء مثلا ماشين ليرنينج او ديب ليرنينج يعني لو كنا نتكلم بالاصح، وازاي السيرش انجن بتاعها بيشتغل بالناتشرال لانجويج بروسيسنج وكل الكلام ده، يعني ان شاء الله نتكلم عنه في الدوره قدام. لكن لو جينا مثلا دي حاجه زي جوجل مثلا، لو او جينا مثلا نتكلم عن حاجه زي نتفليكس، الريكومنديشن بتاعها شغال ازاي؟ كله ماشين ليرنينج. لو جينا نتكلم عن حاجه زي امازون، لو بتشتري برودكت مثلا وتخش تيجي تخش تشوف تلاقي مرشح لك برودكت تاني بالماشين ليرنينج برضه. كل الحاجات، كل اي شركه من الكبار، حتى الفيس، حتى اي شركه انت بتتعامل معاها، شوف اي تطبيق انت بتشتغل عليه، هتلاقي اي تطبيق انت قاعد عليه فتره كبيره جدا او بتستعمله فتره كبيره جدا، التطبيق دوت يعني شغله كامل او جزء كبير منه مثلا من الحاجات اللي انت يعني قاعد في التطبيق عشانها او بتفضل تستعمل التطبيق عشانها مبني على فكره الماشين ليرنينج. فانا طبعا الفتره اللي فاتت كنت بشتغل بجهز بورتفوليو او بجهز مشاريع كامله للماشين ليرنينج، فما كنتش مركز قوي على القناه لان طبعا حاجات كانت مختلفه، فقلت بما ان انا كده كده اصلا مركز على مشاريع ماشين ليرنينج باذن الله، ليه ما اخليش يعني ما اعملش كورس كامل عن ماشين ليرنينج عشان خاطر يبقى واضح بقى بالنسبه للناس ان شاء الله. يعني هيبقى تراك مش هتحتاج اي واحد بعده، اي واحد عربي باذن الله مش هيحتاج بعده اي كورس ثاني ان شاء الله. يعني التراك ده واحنا شغالين عليه باذن الله هيبقى فيه اكتر من كورس جواه، فتعال نشوف مع بعض كده ايه الكورسات اللي احنا ممكن نشتغل عليها واحنا بنتعلم في التراك بتاع الماشين ليرنينج. يلا بينا نجيب القلم بتاعنا ونخش على التابلت ونكتب ايه الحاجات اللي احنا هنتعلمها ان شاء الله، او الكورس اللي احنا هنشتغل عليه عشان كل واحد. يعني انا بقى عندي بلاي ليست واحده على القناه، بلاي ليست دي فيها ايه، دي فيها الكورس كامل بتاع الماشين ليرنينج تمام. لكن كل ما اخلص يعني كل جزء احنا مش شغالين عليه اصلا عشان خاطر بس اوريك، يعني لو انت داخل على الفيديو ده بس تبقى عارف ايه الدنيا تبقى ماشيه ازاي. كل مثلا ما نيجي نشرح حاجه واحنا شغالين في الماشين ليرنينج، هنشرح مثلا ايه لغه برمجه زي البايثون دي ان شاء الله اول حاجه هنبدا بيها تمام. فاحنا شغالين في واحنا بنتعلم البايثون، هعمل لك بلاي ليست ثانيه هيبقى الفيديوز بتاعت البايثون موجوده في البايثون وفي الماشين ليرنينج. لو انت متابع على طول في التراك بتاع الماشين ليرنينج ممكن تخليك في البلاي ليست بتاعت الماشين ليرنينج بس، لكن انا بس هقسم عشان خاطر يبقى كل حاجه واضحه معاك احنا هنبقى ماشيين ازاي يعني باذن الله. هنيجي مثلا بعد البايثون هتلاقينا بنتعلم مثلا لغه برمجه ثانيه ممكن نحتاجها واحنا شغالين في الجزء بتاع الماشين ليرنينج، او هنحتاجها اكتر في الجزء بتاع الاناليتكس، يعني هي لغه برمجه زي ايه، السيكوال او الاس كيو ال تمام. فبرضه هتلاقيني بقى ايه، هتلاقيها محطوطه برضه في التراك بتاع الماشين ليرنينج وفي نفس الوقت محطوطه في البلاي ليست لوحدها عشان خاطر يبقى الكلام واضح معاك احنا هنمشي ازاي في الكورس. طب الكورس ان شاء الله هنشرح فيه ايه؟ طبعا انا قلت لك اول حاجتين ده ممكن نتعلمهم باذن الله هم البايثون والاس كيو ال عشان خاطر يبقى الكلام واضح معاك، دول الاثنين لغات البرمجه. هل احنا هنتعلم لغات برمجه ثانيه؟ في الاغلب مش هتحتاج حاجه ثانيه، انت لو ممكن مثلا لو انت واحد بتتعلم ممكن ما نيجي نتكلم عن الفرق بين البايثون والار والحاجات دي كلها قدام ان شاء الله يعني، لكن ان شاء الله احنا هنشتغل بايثون لان هي الاساس، هي الاساس بالنسبه لنا وتعرف تستعملها في حاجات تانية، وفي نفس الوقت ايه لغه اسهل بكتير من التعامل مع الار. من الكورسز بقى التانية اللي هتبقى شغاله معانا في التراك دوت واحنا بنتعلم ماشين ليرنينج، هتلاقي ان انا ايه مش عايز اخليك تشرح يعني او تفهم الجزء بتاع ازاي بتطبق الكود بتاع الماشين ليرنينج وتكتبه وخلاص. يعني في دورات كتير قوي بتعمل الموضوع ده، بتخليك تكتب الكود بتاع الماشين ليرنينج وايه وتخش من على اللي بعده. لا انا عايزك كل كونسبت هنتكلم عنه باذن الله زي ما كنا بنعمل في اي دوره من دورات الالجوريزمز او اي حاجه، ان احنا ناخد الجزء نفهم الموضوع ده ماشي ازاي. فانا هفهمك يعني الكونسبتس دي اصلا جت ازاي رياضيا كمان، يعني مش بس بالكود، هوري لك كمان بتيجي ازاي رياضيا. فعشان خاطر افهمها لك رياضيا انا هحتاج اشرح لك بقى ايه
دورة برضه معانا هتبقى عن اللينير الجبرا، اللي هو الجبر الخطي، اللينير الجبرا. جميل، ده ان شاء الله برضه هيبقى في دورة كاملة عنه واحنا ماشيين. زي ما انا قلت لك كده، ايه، احنا هنمشي بالتراك ده، وهنرجع بقى كمان نشرح برضه معاه ايه الجزء بتاع الاستاتستكس. جميل، ده كده برضه الجزء الرياضي اللي احنا هنحتاجه. يبقى احنا كده الوقت هنتعلم لغتين برمجة، اللي هو البايثون والاس كيو ال. تمام، وفي الاغلب ممكن نتعلم البايثون بس الاول لحد ما نمشي شوية حلوين، وبعد كده اعلمك الاس كيو ال، بس ما فيش مشاكل يعني، يعني الاثنين مع بعض عادي. وبعد كده هنتعلم اللينير الجبرا او الجبر الخطي والحاجات دي كلها والاستاتستكس. ودي طبعا زي ما قلت لك هعمل لك فيها دورات ان شاء الله، عشان خاطر يبقى انت ماشي بقى ايه، انت هتبقى محتاج بس تبقى عارف شويه حاجات اساسيه في الرياضه، وانا اشرح لك انا الحاجات دي باذن الله رياضيا كمان، عشان خاطر يبقى الموضوع بالنسبه لك واضح، مش عايزك تبقى مثلا بتتعامل وخايف من المبدا. هو في حاجات طبعا ان شاء الله تبقى مش هتبقى سهله قوي، بس باذن الله اوضحها لك يعني ان شاء الله. يعني اشرح لك زي ما انت شايف كده، اكني قاعد معاك، اكننا احنا الاثنين قاعدين مع بعض، بشرح لك لوحدك عادي معانا كل حاجه، وبنكتب واحده واحده كده واحنا ماشيين، مش بجيب لك مثلا برزنتيشن واقعد الف البرزنتيشن وخلاص، لا انا همشي لك معاك خطوه خطوه عشان خاطر الكلام يبقى واضح معاك. فتعالى بقى نكمل مع بعض كده نشوف اللي احنا نعمله. طبعا مثلا لغه البرمجه انا كان اشرح لك بالتفصيل، يعني لغه البرمجه مثلا زي البايثون هشرح لك بالتفصيل كل حاجه فيها. وطبعا انت لو عارف اي لغه برمجه ثانيه يبقى الموضوع بالنسبه لك بسيط خالص، لان احنا هنتعلم الفاريبلز برضه والكونديشنز والكنترول فلو والاف ستمنت والحاجات دي كلها، وبعد كده نخش برضه على الليستس والفانكشنز والكلام ده كله يعني ان شاء الله. وزي ما قلت لك باذن الله ما تشيلش هم خالص لغه البرمجه، انا ان شاء الله هشرح لك بالتفصيل، وكل الحاجه انا اقول لك عليها هنا ان شاء الله تشرح بالتفصيل. طبعا برضه هشرح لك معاها الجزء بتاع اللي هو ازاي بس برضه تعمل بلوتنج والرسومات والكلام ده كله في البايثون يعني. طبعا ان شاء الله بقى برضه موضوع سهل كده بايه باذن الله يعني. الدوره دي التراك ده ان شاء الله يبقى فيه، لو انت رحت تشتري دورات اونلاين هو ان شاء الله يبقى مجاني باذن الله على اليوتيوب، وربنا يكمل يعني، ربنا يكرم ونكمل. تمام، ده بقى بيفرق على حسب تشجيعكم بقى باذن الله يعني ان احنا نستمر سوا. بعد بقى ما نخلص الجزء اللي احنا اتكلمنا عنه ده كله، طبعا احنا حتى الان يعتبر احنا ايه من لغه برمجه ورياضه وكلام من ده كله يعني، ما فيش حاجه ان شاء الله يعني هتبقى فيها اي مشاكل. بعد كده بنبدا نخش بقى ايه في الماشين ليرنينج الى حد ما شويه، يعني نخش بقى في الماشين ليرنينج والكونسبتس بتاعت الماشين ليرنينج ذات نفسه، ونعرف بقى ايه الفرق بين السوبرفايزد ليرنينج والانسوبرفايزد ليرنينج والكلام ده كله ان شاء الله بالتفصيل. ودايمنشنال انتروداكشن، هيبقى في توبكس كتيره جدا انا مش عايزك تبقى عارف اي معلومه عنها انت يعني، انا متوقع ان انت ما تعرفش اي حاجه عنها، وانا اشرح لك ان شاء الله بالتفصيل رياضيا وكود، يعني ايه ما تشيلش هم الموضوع ده كله يعني باذن الله. وباذن الله قدام هيبقى في ترائل يعني، واحنا بنتكلم هيبقى في مشاريع باذن الله كامله كامله ان شاء الله على الكورس دوت، على زي ما احنا كده على اليوتيوب. وباذن الله انا عايز اخد رايكم، احنا عايزين نعمل بدل بقى من الشغل اللي كنا بنعمله قبل كده، احنا عايزين ناخد نعمل مثلا جروب على الفيس باذن الله كل الناس اللي فيه بتتعلم داتا ساينس بس، داتا ساينس وماشين ليرنينج بس ان شاء الله، يعني يبقى زي كوميونتي كده محترم كده مجمع الناس دي كلها وماشيين مع بعض، اللي مش فاهم حاجه بيشنا يسال والناس اللي معاها تجاوب، عشان خاطر ايه انا ممكن ما ابقاش متاح ان انا ارد على كله، بس في نفس الوقت يبقى فيه يبقى كله مع بعض وباذن الله نعمل ايه كوميونتي حلوه كده مع بعض. دي يعني كده ايه نبذه بسيطه عن اللي هيحصل. طبعا زي ما قلت لك كل حاجه هتبقى من الحاجات اللي هنتكلم عنها، لو هو توبيك كبير هيبقى لها بلاي ليست برده موجوده على القناه، يعني نفس اللي انا اشرحه هحطها لك موجوده في البلاي ليست بتاعت الماشين ليرنينج كامله، وفي نفس الوقت موجوده فين؟ موجوده في بلاي ليست لوحدها كده، متجمعه بلاي ليست لوحدها، عشان خاطر لو حبيت ترجع لها في يوم من الايام يبقى الكلام عندك ان شاء الله ايه واضح. بالنسبه للجزء بتاع الماشين ليرنينج، تمام، عشان خاطر برده ايه يعني نبقى ماشيين مع البيست براكتسز برضو والكلام ده كله واحنا بنكتب بقى الكود، زي ما قلت لك الرياضه انا اشرحها لك، عشان كده يعني ايه هناخد برضو شويه من وقتنا ان احنا نفهم الرياضه حلو، عشان خاطر افهمك الكونسبت باذن الله ماشي ازاي. وانا عايزك في الكونسبت تبقى يعني ايه تحاول تمتص المعلومه قد ما تقدر، وفي نفس الوقت ايه مش عايزك برضو تبقى شايل هم قوي يعني ان انت يعني ايه يعني كده انت تلزق قوي في الرياضه، عشان خاطر ما تحسش ان انت اللي عامل ده علماء وكلام من ده يعني. فانا عايزك تبقى فاهم الكونسبت عشان خاطر في يوم من الايام لو انت بتحب مثلا انت حبيت يعني تبقى عارف وانت بتكتب الكود، مش بتاع واحد مش بتبصم يعني، انت مش بتبصم كده انت مش عارف اي حاجه عن الكود، فبتاخد كده اي حاجه بتنقل وخلاص، وبيقول لك علي الرقم ده عشان خاطر لو لقيت حاجه عاليه تعلي الرقم ده، لو مش عارف ايه تقلل الرقم ده، ده مش كود ده اللي انت بتكتبه، ده ايه الشغل بتاع انسخ من على ستاك اوفر فلو خلاص من غير ما تفهم اي حاجه دوت مش نافع، عايزين نبقى فاهمين الكود اللي احنا بنكتبه. فعشان خاطر نبقى ماشيين مع البيست براكتسز ان شاء الله يبقى برضه التعامل معانا، هنتعامل مع يعتبر احسن كتاب بيتكلم عن فكره البايثون يعني اللي هو الماشين ليرنينج مع البايثون، اللي هو كتاب ايه هاندز اون ماشين ليرنينج وسايكت ليرن كيرس اند تنسر فلو، تقريبا ايه يعني اللي هو
السكند اديشن ده شكل الكتاب، يعني مش هنحتاجه، مش محتاج منك الوقت ان انت تقول تجيبه او اي حاجه يعني، تمام؟ لو هو معاك اصلا يبقى كويس عادي، مفيش اي مشاكل، لكن مش هنحتاجه دلوقتي خالص. ولما نحتاجه انا هجيب لك اغلب الحاجات اللي فيه، يعني ساعتها بقى ممكن اريكومند ليك اذا كنت تفكر تجيبه او لا. لكن هو الكتاب دوت يعني حوالي فوق 900 صفحه وكله انجليزي، يعني زي ما انت شايف هيبقى كله انجليزي. فايه فانت ما يعني ايه ما تتهورش على في الموضوع ده دلوقتي. 900 صفحة يعني ايه، ما يغركش ان انا كنت فاتح لك جزء، وما طبعا ايه الموضوع اكبر مما تخيل، يعني اكبر شوية حلوين يعني. بس كده، فده اللي هيحصل ان شاء الله على القناة الفترة الجاية. انا طبعا عايز اسمع برضو ايه ارائكم زي ما احنا متعودين في الكومنتس تحت. ايه قول لي برضو ايه اللي في دماغك، يعني ايه اللي انت حابب تشوفه ان شاء الله واحنا بنشرح. انا طبعا اكتر حاجة اركز عليها واحنا بنشرح ان احنا نبقى نهتم بالتفاصيل بتاعت كل مثلا حاجه بنتعلمها، ان احنا نفهمها كرياضه ونفهمها ككود، وفي نفس الوقت يبقى في تطبيق لمشاريع كبيره زي ما انا شرحت لك في الاول. مش هينفع مثلا ان انا يعني ايه، في مثلا اغلب الدورات بتلاقي مثلا يجيب لك اللي هو بيستعمل المشين ليرنينج في حاجات الى حد ما انا شايف انها يعني ايه، يعني هي لا دي استعمال استخدامات فعلا بس تافهه، يعني اللي هو ممكن تبقى تتحط في مقدمه الكورس، مش تتحط ان ده الكورس كله مبني على اساسها. فكره مثلا البريدكتنج، مش عارف يقول لك ازاي مثلا نشوف البيت دوت، هنشوف مع بعض ازاي نتوقع سعر البيت، يعني نحط مثلا ايه يجيب لك اسعار بيوت مثلا، وكل بيت مثلا فيه كام اوضه والمنطقه بتاعته فين والكلام ده كله، ويقول لك ايه بالماشين ليرنينج هنستعمله ازاي عشان نعرف المكان ده. ده تطبيق الماشين ليرنينج فعلا، بس تطبيق بسيط جدا، يعني اللي هو ايه وانا بعلمك اشرح لك التطبيق ماشي ازاي، اشرح لك الموضوع ده. لكن لما اجي اكلمك على كورس كبير فيه بروجكتس كبيره، لازم بقى ادخلك في الحاجات الاساسيه. يعني اغلب اصلا المشاريع اللي شغاله بالماشين ليرنينج اليومين دول هتلاقي انها قايمه على حوار انها بتحلل التكست او الكلام او الكتابه. فناس كتير قوي ما بتتكلمش عن الموضوع ده، ستاك اوفر فلو، تمام؟ اللي هو موقع ستاك اوفر فلو اللي انت بتخش مثلا تسال على اسئله في البرمجه، في جزء الماشين ليرنينج على من خلاله بيبدا يحلل الاسئله بتاعتك. فما فيش حد بيتكلم على طبعا الاسئله دي كلها تكست. نفس النظام الفيس، الفيس دوت يعني البوست اللي انت بتنزلها كلها وعلى اساسها بيريكومند لك بوست ثانيه والكلام ده كله، ده كله ماشين ليرنينج بيعتمد على تكست، فاهم قصدي؟ فاللي هو الموضوع كله انت نسبه كبيره قوي بتحلل تكست، فانت ما ينفعش تاخد الكلام ده كله وتروح في ناحيه ثانيه خالص وتبص على الحاجات البسيطه، التحاليل البسيطه الثانيه، وتقول لك ايه اصل يعني التكست التحليل ان انا احلل تكست والكلام ده كله مش ممتع بالنسبه لي. لا مش لازم يكون ممتع، المهم ان انت تحقق يعني التارجت المطلوب منك كبزنس او كده. وممكن انت تفتح بزنس خاص بيك بيعمل حاجه معينه. يعني انا شايف الماشين ليرنينج يعتبر من احسن الحاجات او المجالات اللي انت ممكن تفتح بقى مشروع خاص بيك انت وكم واحد كده تعرفهم وبتاع، يعني انت تعملوا كذا يعني مشاريع مع بعض كده كامله وتشتغلوا بيها، او تشتغل يعني تاخد المجال دوت وتتعلم بيه حاجات تانية وتشتغل بيه في شركات والكلام ده كله. فطبعا زي ما قلت لك في الاول انا مستني اسمع برضو اراك قبل اي حاجه في الحوار ده كله، وعشان خاطر تبقى انت متوقع معايا اللي هيحصل، انا عامل حسابي باذن الله ان الكورس دوت يعني ايه كام فيديو في اليوم هيبقى ان شاء الله 5+، يعني ايه يعني ان شاء الله 5 فيديوهات في اليوم يوميا باذن الله هينزلوا ان شاء الله، يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني ايه، ده بقى على حسب التفاعل بقى يعني، فاهم انت؟ اللي هو لو الموضوع مشجع باذن الله ربنا يكرم واخليه يعني اتفرغ له على قد ما اقدر. انا كده كده اصلا يعني اليومين دولت بعمل يعني مشاريع يعني ماشين ليرنينج وكلام من ده، فيبقى التفرغ كامل ليه ان شاء الله، بحيث ان انا بقى ازود عن 5 فيديوهات كمان. وطبعا بقى ايه شير بقى، الشير بقى واللايكس والكلام ده كله بيفرق برضه، عشان تبقى انت عارف. انت لو بتتفرج بس كده من غير ما تعمل حاجه ما بتبقاش عارف الراجل دوت يعني الفيديو عجبه ما عجبوش، طب انت بقى ايه الوضع معاه، طب هو عنده استفسار، طب ما فيش استفسار، طب ما فيش دعوه حلوه في الكومنتس ليه، يعني فاهم انت؟ يعني ايه لازم نكون مع بعض كده يعني نركز مع بعض. بس كده انا كده خلصت كلامي، عايز اسمع بقى كلامكم انتم. بس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.